بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قام طاقم فاستيفيا بإجراء حوار حصري مع القائدة مريم بشكور، واحدة من القيادات البارزة والفعالة داخل المجال الكشفي، حيث شاركت في عدة لقاءات ومؤتمرات داخل المغرب وخارجه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سعيدة بلقياكم في هذا اليوم. معكم القائدة مريم بشكور، مفوضة وطنية للمرشدات والزهرات بالمنظمة المغربية للكشافة والمرشدات. التحقت بالحركة الكشفية يعني مبكرا، وكان يعني دافعي هو وفضولي أن أعرف يعني هذه الفئة اللي تترتدي زي موحد، اللي عندها واحد شيء من الانضباط، اللي ارتأيت فيها واحد الحس ديال المسؤولية والحس ديال المواطنة. فعلا يعني كالتحاق ديالي داخل هذه الحركة، وتعرفت على المبادئ ديالها والأهداف ديالها من خلال الاحتكاك ديالي داخل الحركة، والتعرف ديالي على الجزء النسوي من هذه الحركة اللي هي الزهرات والمرشدات والقائدات. يعني ارتأينا أنه لا بد أن تكون لنا بصمة داخل هذا التنظيم وداخل المجتمع، وذلك بتكوين هؤلاء الفتيات الذين ينخرطون معنا داخل المنظمة. كان لابد أن قبلها أن أتلقى يعني تكوينات حتى أكون جديرة بهذه المسؤولية أنا وفريق العمل. تدرجت في القيادة الكشفية يعني من جميع المراحل ديالها إلى قائد تدريب. كذلك يعني كانت هناك تدريب مكملة لهذا التدريب، لأن هذا تدريب كشفي محض، وإنما لابد كان هناك من تدريب أخرى، يعني تدريب المدربين، تدريب على الكوتشينج. قدرنا لأننا يعني نخلقوا نواة نسوية أو نواة قيادة نسوية داخل الحركة الكشفية. وفي خلال هذه العشر سنوات الأخيرة استطعنا على أننا ندير لقاءات سنوية أو نصف سنوية لتكوين هذه الفئة النسوية داخل المنظمة المغربية للكشافة والمرشدات. بالنسبة للقيادة النسائية، ففعلا يعني الأبحاث والأبحاث يعني بينت على أن المرأة يعني تتحمل المسؤولية يعني تقريبا أكثر من الرجل، إن لم نبالغ يعني في هذا الكلام. فمن خلال الدراسات يعني بينات واحد النتائج اللي هي مهمة جدا، سواء كانت يعني داخل شركات أو داخل منظمات أو داخل يعني الآن يعني وصلت المرأة القيادية على أنها يعني تأخذ يعني واحد المناصب اللي هي كبيرة، يعني مناصب وزارية، مناصب رؤساء المجالس، كذلك يعني مدراء تجدهم أنهم نساء. وفعلا يعني هنا كان بزاف ديال المؤسسات اللي كتشهد المرأة على أن فعلا من اللي كتاخذ المسؤولية فهي حريصة على إنجاز كل مهام اللي كتدخل داخل اللي كتدخل تحت المسؤولية ديالها، حريصة كذلك على أنها يعني تعطي كل ما يعني في الطاقة ديالها باش يكون العمل ديالها متقن، باش يكون العمل ديالها جيد، بغض النظر على المهمة اللي هي فيها، بلا ما نساو المهمة اللي هي مسؤولة عليها واللي هي قيادية أولى اللي هي قيادة البيت. ففعلا يعني كتلقى أن المرأة داخل قيادة البيت ديالها كتكون فعلا يعني مرأة اللي هي مسؤولة، مرأة اللي هي كتمتع بواحد المهارات، كتمتع بواحد التقنيات اللي هي كبيرة اللي كتخليها أنها فعلا تكون دائما في القمة. بالنسبة لليوم العالمي للمرأة فأنا كان أعتبره بالنسبة هو محطة لرصد الإنجازات، محطة لتكريم هذه المرأة يعني على الإنجازات اللي قامت بها، كذلك هو محطة باش المرأة توقف على نقاط القوة، نقاط الضعف. فاحنا الى رجعنا للاسلام ديالنا فكنلقاو بان المراه يعني كرمت من قبل، فهي كرمت وهي ام، واوصل الله سبحانه وتعالى بالبر بها، وجعل البر بالام يعني قرين بالبر بالله سبحانه وتعالى، وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. ففعلا هذه المراه هذه كنعتبروها حنايا نصف المجتمع،
ماشي غير نصفه وإنما هي تلد النصف الآخر. إذن فالمرأة هي المجتمع ككل. إذن كنبقاو دائما في إطار هذا اليوم اللي هو يوم تكريمي للمرأة، وفي نفس الوقت يعني هو محطة ملي كترصد المرأة الإنجازات ديالها، فهي يعني طبعا راها ما انجزاتهمش بوحدها، فكتكون هاد الإنجازات دائما كتكون على حساب الوقت ديالها في البيت ديالها، على حساب الوقت ديالها لوليداتها، على حساب الوقت ديالها اللي غادي تعطيه للزوج ديالها. ففعلا هذه محطة إلى احتفلنا بالمرأة، فأنا يعني من وجهة نظري الخاصة يعني، ويعني ولا أفرض رأيي على أحد، ففي نفس الوقت هي اعتراف للزوج واللي ماشي معك في نفس المشوار، الزوج اللي كيكون كيساند، الزوج اللي كيكون كيساعد، الزوج اللي كيعتبر النجاح ديال المرأة هو نجاح ليلو. إذا المرأة يعني صعدت في المراتب فكيقول بأنه فعلا كتكون بمساعدة هذاك الزوج، فما يمكنش نجيو حتى لهذه المحطة ونقول بأن الزوج يعني لا علاقة له ولا لا دور له بالنسبة للمرأة. راه دائما كيبقى هو السند، يبقى دائما هو اللي كيدفعك على أنك يعني تحقق منجزات أكثر. وأنا يعني شخصيا يعني من هذا المنبر كنقول للزوج ديالي شكرا، لأنه كيصبر على بزاف ديال الحوايج اللي اولا ربما الغياب ديالي في التكوينات، ربما الغياب ديالي في التدريبات، فهو متفهم على ان الرساله اللي انا حملها والمسؤوليه اللي انا باغيه نحققها هي تربيه النشء مثلا، هي المساعده الغير، هي اننا نوجد واحد الشباب اللي متحمل المسؤوليه، واحد الشباب واعي بما لديه وما عليه، فهذا ماشي سهل. فلا بد انك يعني تبذل واحد الطاقه كثيره، تبذل واحد الثمن اللي هو كثير، وهذا الثمن طبعا كيكون على حسب البيت ديالك وعلى حسب الزوج ديالك وعلى حسب يعني الناس اللي محيطين بك. فشكرا لكل من كانت له يعني بصمه، وعلى اولهم ومن اولهم يعني الزوج ديالي على انني وصلت لهذا المرتبه اللي انا فيها، ومازال الحمد لله يعني كيشجعني اكثر. من هذا المنبر فأنا كندعو يعني في بمناسبة هذا اليوم العالمي للمرأة على أن كل رجل يعني مسؤول على النساء، على أنه يدفع بهم على أنهم يعطوا أكثر. المرأة القروية الآن يعني إلا شفناها فهي دخلت في التنمية المستدامة، دارت مشاريع، يعني حققت واحد المنجزات، فهي ما حققت هذه المنجزات إلا أن مراهقها زوج. فمن هذا المنبر يعني احنا كنقولوا لهذا الزوج يعني على انه يعني يشجع هاد النساء وياخذ بيديهم حتى يوصلوا، وماشي مشكل ديال الفشل، الفشل هو بدايه النجاح. فلا بد اننا يعني كنواجهوا عثرات، كنواجهوا واحد المحطات اللي فعلا كتعطينا واحد القوه اننا نزيدوا للقدام، والحمد لله. كل تحية وكل الشكر وكل امتنان لقناة فاس تي في واحد على مواكبتها لهذا اليوم اللي هو اليوم العالمي للمرأة، وعلى يعني الحرص ديالها على تشجيع النساء، وعلى أنها يعني كترصد هاد النساء اللي يمكن ما وصلهمش الضوء، يمكن ما وصلهمش الإعلام، ولكن يعني من هذا المنبر أنا كنشد بحرارة على الأيادي ديال كل العاملين داخل هاد القناة، ومزيد من التألق ومزيد من العطاء ومزيد من التقدم داخل الحقل الإعلامي. وشكرا للجميع.